الطرف الأول من الصورة تبدو لك مدينة أجدز المغربية التي أسسها أجدادنا من الأمازيغ الملثمين، وهي تقع في سفح جبل كيسان يحميها من ورائها الأطلس الأشم من البرد القارس والريح العاتية، وتلفها من كل جوانبها بساتين النخيل بخضورتها الدائمة الممتدة على طول ضفاف وادي درعا، وهي بين هذا وذاك تعيش حياتها الهادئة وتحكي قصتها المجيدة لأبنائها وأحفادها وكل القادمين إليها عشاقا وزائرين من كل الآفاق. تقع هذه المدينة الصغيرة الساحرة على بعد 65 كيلومترا من مدينة ورزازات في طريق القوافل التي كانت تقطعها نحو زاغورة ومنها إلى عمق الصحراء الممتدة إلى مالي وتشاد والنيجر ومراكزها الحضارية القديمة. في الطرف الآخر من الصورة يرى مسجد مدينة أغاديس بمنارته التي ترتفع بأكثر من 27 مترا في منطقة شاسعة جدا واقعة شمال جمهورية النيجر حاليا، يحدها كل من الجزائر وليبيا ومالي وتشاد. أما المسجد فقد بني كما قيل سنة 1515 ميلادية، وأما المدينة فقد بناها الطوارق الصنهاجيون الملثمون من سلالة المرابطين في القرن السادس الهجري. كان المؤرخون المسلمون يكتبون اسم هذه المنطقة والمدينة من بلاد النيجر بصيغة أجدز وأحيانا بصيغة قريبة منها مثل أقدز. أما حكامها وسلاطينها المحليون فظلوا طيلة قرون ينحدرون من سلالة الطوارق الممتزجين بالعرب والأفارقة من السكان الأصليين، ومنها السلطان محمد البقري الذي كانت له مراسلات مع سلطان العلويين بالمغرب المولى سليمان سنة 1238 هجرية. ومن الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى طوارق أجدز وسلاطينها بالنيجر. قاوموا الاحتلال الفرنسي منذ 1881 ميلادية إلى غاية 1923 ميلادية، وكان من أشهر زعماء مقاومتهم للاحتلال في النيجر القائد الشهير محمد أج الذي اغتاله أحد الخونة سنة 1919 ميلادية. أما مقاومة بقية الطوارق للاحتلال الفرنسي في مناطق أخرى من مالي وغيرها فلها أيضا قصص تروى. أجدز هي كلمة تنطق في المغرب بصيغة أجدز، ويقولون أن معناها في اللهجة الأمازيغية المحلية تعني مكان الراحة، وأما في النيجر فتنطق اليوم بصيغة أجدز، ويقولون إن معناها في لغة الطوارق تمشيقت فعل زار، فهل الأصل للكلمة واحد مع اختلاف بسيط طارئ على نطق الكلمة ومعناها عبر العصور وانقطاع الصلة بين القدامى من أمازيغ الجنوب المغربي وأمازيغ الشمال النيجيري الطوارق.
أما الأصل مختلف، ذلك ما يحتاج إلى بحث لغوي والرجوع إلى المختصين في تاريخ اللهجات الأمازيغية قديمها وحديثها، ويمكن للعارفين بالموضوع أن يشاركوا معنا آراءهم ومعرفتهم بهذا الموضوع عبر المكان المخصص للتعليق. حلقتنا لهذا اليوم انتهت. إذا أعجبكم الفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة تشجيعا لنا من أجل الاستمرار. شكرا على المشاهدة.